تم صب أكثر من 60,000 شهادة تخصيص عبر 33 ولاية، وبإمكان أكثر من 60,000 مكتتب بسحب شهادة التخصيص من اليوم. Et je tiens à informer qu'on a pris tout ce temps-là, c'est pour avoir un maximum de logements à affecter, pour avoir un taux de 70%. Ceux qui vont retirer les attestations d'affectation, ça va être dans les jours qui suivent, ils vont avoir l'OV numéro 3. لأصحاب الطعون بعد عدة عمليات بإشراف السيد وزير السكن والعمران والمدينة ومع المديرية التي هي المدير العام في الوزارة بالنسبة للبطاقية، نحن في أواخر الأعمال والتي إن شاء الله سوف تكون كما كانت الوعود، كما وعدنا بالنسبة لشهادة التخصيص وكنا في الوعد إن شاء الله قبل نهاية هذا الشهر سوف يكون les premiers OV vont être attribués aux gens qui sont déclarés positifs par le filtre.